مرحبا بكم في لقاء جديد مع مجدي خليل النهارده هنناقش الاتفاق السعودي الايراني برعايه الصين أه صراع طويل جدا بدا من عائشه ومعاويه ضد علي ابن ابي طالب والذي تحول الى انقسام دائم للدول الاسلاميه صراع لم يتوقف ابدا تغذيه الكراهيه الدينيه الايديولوجيه التي لم تخمد على مدى قرون. جوله اخرى من الصراع، في عام 63 انشأت حصل عولمه للوهابيه بتأسيس رابطه العالم الاسلامي في السعوديه. لم تتأخر ايران كثيرا ورابطه العالم الاسلامي عملت على عولمه الوهابيه، الوهابيه موجوده من القرن ال 18 ولكن عولمه الوهابيه بدات مع تاسيس رابطه العالم الاسلامي سنه 1963 ولم تتاخر ايران سنة 1979 اندلعت ثوره اسلاميه شيعيه في ايران ايضا عملت على عولمه الشيعه بما يسمى تصدير الثوره وقتها، ما يسمى تصدير الثوره. وبالتالي طبعا تصدير الثوره بالتحديد يقصد الى عالم السنه، هو لن يصدر الوهابيه تم عولمتها عالميا ولكنها الثوره الاسلاميه تم عولمتها فيما يتعلق بما بالعالم السني. الثوره الاسلاميه في ايران كانت سببا في توحش الجماعات السنيه عالميا في كل بقاع الارض. جولة جديدة حصلت الجولة الجديدة بدأت مع الربيع العربي مع الربيع العربي استغلت إيران الاضطرابات في الدول السنية وسيطرت على سوريا وحاولت السيطرة على البحرين وفشلت للتدخل السعودية استغلت إيران أيضا الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 وتعاونت معه وسيطرت على العراق فعليا على العراق. منذ زرع ايران لحزب الله داخل لبنان تم السيطره على لبنان فعليا بقوه السلاح. وصل الصراع الى سنه 2023 بحتى بالمسلسلات مسلسل معاويه في السني في مواجهه مسلسل ابو لؤلؤه المجوسي الشيعي. هذا صراع لم ولن ينتهي. ولكن السعودية لم تتحمل وصول إيران إلى خلفيتها إلى, إلى اليمن إلى الجوار القريب جدا إلى اليمن سنة 2014 باستيلاء الحوثيين على الحكم وعلى صنعاء دخلت السعودية حربا 2015 ضد اليمن أراح ضحيتها 388 ألفاً ألف قتيل كما ذكرت احصائيات الامم المتحده محدش عارف بقى مين هيدفع تعويضات عن كل الخراب ده حتى لو تحالفوا مع حتى لو تصالحوا مع بعضهم مين سيدفع تعويضات من سيعوض كل هذه الضحايا وخوفا من الشيعة في المنطقة الغانية السعودية الشرقية قامت السعودية في عام 2016 بإعدام أشهر رجل دين شيعي هو الشيخ نمر النمر كان رد فعل الايراني طبعا هو تحريض الجماهير على الهجوم على سفارة السعودية وقنصليتها في ايران وقتها وصف محمد ابن سلمان خامنئي بانه هتلر العصر ووعد بنقل الصراع داخل ايران نفسها وعد انه هيساعد على الهجوم على ايران من داخلها ده 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 تطور في 2019 حاول تطور اخطر بقى بأن الحوثيين بمساعده ايران ضربوا شركه ارامكو واوقفوا 50% من انتاج البترول وكانت هذه لحظه حاسمه خطيره في الرؤيه السعوديه لمخاطر ايران وخاصه عندما وجدت الفتور الامريكي تجاه ما حدث في شركه ارامكو. حاولت امريكا يعني برعايه امريكيه ان تبرد التوتر ما بين السعوديه وايران سنه 2021 و 2022 برعايه دوله عمان والعراق ولكنها فشلت هذه المباحثات او على طرحت الافكار فيها طرحت الافكار فيها ولكنها فشلت اعتقد ان السعوديه لم تريد ان تعطي كريدت لهذه الدول في اتفاق كبير في 6 ل 10 مارس حصلت مباحثات ما بين السعودية وإيران في برعاية الصين انبثق عنها اتفاق غامض لا نعرف عنه شيء سوى أن السعودية ستوقف ستوقف تمويل قناة بالفارسية تحرض على النظام الإيراني في مقابل أن توقف إيران حلفاء الحوثيين من استهداف السعودية من داخلها هذا ما جاء هذا ما جاء في الاتفاق المعلن كل كلام عام وغامض النقطة الوحيده اللي تناولوها هي هذه النقطه وتخطط الصين لجمع دول الخليج كلها مع بعضها مع ايران في قمه خليجيه في عام 2023 السؤال هل سيصمد هذا الاتفاق هل سيصمد الاتفاق الايراني السعودي ام انه مجرد فتره هدنه وتهدئه، هذا هو السؤال الرئيسي، والى اي مدى ستتعاون كل من السعوديه وايران في الملفات المفتوحه في الشرق الاوسط، يعني عندنا هل سيصمت هذا هذا الاتفاق ام مجرد تهدئه وهدنه؟ هل سيتوسع هذا الاتفاق لتبريد ملفات عده او حلها في الشرق الاوسط هذا موضوع هو ده الموضوع الرئيسي لكن في كل الاحوال ان اي اتفاقات او تهدئه او اي اتفاق سلام او تهدئه هو لخير الجميع ولخير الشرق الاوسط هو شيء جيد اي شيء في تهدئه حتى لو تهدئه مؤقته حتى لو تبريد للملفات بشكل مؤقت هل حتى لو تاجيل للصراع بشكل مؤقت كل ده شيء ايجابي ما فيش نقاش حول أن أي أي اتفاق هو مفيد للجميع ومفيد للسلم والأمن الدوليين، هذا شيء مفروغ منه، ولكن الكلام الأساسي حول صمود هذا الاتفاق وليس حول إيجابيته، هو شيء إيجابي بالتأكيد. عشان نوصل لهذا الموضوع، عشان نوصل لأن هذا الاتفاق سيصمد أو ما يصمدش لازم نشوف المحددات الرئيسية الحاكمة لهذا الموضوع، في محددات حاكمة للموضوع من خلال فهمها هنعرف ان هذا الاتفاق سيصمد ام مش هيصمد هل هو مجرد تهدئه وهدنه وتبريد مؤقت ام هو تبريد دائم للملفات في الشرق الاوسط لما نناقش هذه المحددات الحاكمه في الاخر انا استخلص الموضوع اولا يعني كل من السعوديه وايران مشروع في الشرق الاوسط ايران مشروعة هو الهيمنه على التواجد الشيعي في الدول العربيه الهيمنه وحمايتها ومشروع السعودية هو قيادة الدول العربية وبان طبعا مشروع السعودية استعراض السعودية لقيادة الدول العربية هو تم في القمم الأمريكية والقمم الصينية أن جمعت لهم العرب مع بعضهم علشان تقول لهم أنا, أنا الرقم الصعب في الدول العربية أنا الرقم الصعب في الدول العربية أما هيمنة إيران على الشيعة فهو لا يحتاج إلى دليل فهي مهيمنة على الأقليات والأغلبيات الشيعية في المنطقة كلها النقطة الثانية في, تقديري في تقديري يعني يعني في تقديري الشخصي طبعا ان لا, المشروع الامريكي مشروع انا قلت ان كل امريكا السعوديه وإيران لديها مشروع لا المشروع الإيراني سيتوقف ولا المشروع السعودي سيتوقف مش هيتوقف ذلك يعني بالتالي ما فيش حد فيهم هيتخلى عن مشروعه عشان هذا الاتفاق دي نقطة مهمة ان كل دولة فيهم لها مشروع وان فيش واحدة منهم هتتخلى عن مشروعها ولا عن حلمها في القيادة او الهيمنة النقطة الثانية ان إن إيران أبداً لن تتخلى عن مكاسبها في اليمن، مش هتتخلى عن المكاسب في اليمن، إيران هي اللي, اللي ما وعد به أن تتوقف الهجمات الحوثية على داخل السعودية وعلى الإمارات لما شفنا طيارات مسيرة وأشياء أخرى كانت بتسقط على مدن سعودية وعلى ممكن ده يتوقف، أما ما استثمرته إيران في الحوثيين لن لن تحصل تسوية لصالح مش هتتخلى عن مكاسبها وكمان في نقطة مهمة أن الحوثيين نفسهم بعد هذه السنوات من القتال حوالي عشر سنوات من القتال اكتسبوا قوة واكتسبوا أسلحة ولن حتى لو تخلت عنهم إيران وده مش هيحصل حتى لو تخلت عنهم إيران هم لن يتخلوا عن مشروعهم في حكم اليمن هذا أساسي وبالتالي في تقديري الشخصي ان ملف اليمن سيكون محدد باتجاهات محدده اول حاجه محاوله للتهدئه في اليمن والتهدئه دي بدأتها الولايات المتحده الامريكيه بالتاكيد وهي اللي ضغطت على السعوديه بعمل تهدئه وقف الحرب على اليمن وتهدئه صامته منذ ابريل الماضي وبالتالي هذه برعاية أمريكية والأمم المتحدة وكانت وراءها أمريكا وليس الصين التهدئة في اليمن كانت وراءها أمريكا وليس الصين ولكن الواقع في اليمن سيتحول إلى تكريس الانقسام انفصال دولة في الجنوب تكريس نظام تابع للسعودية في منطقة معينة وتكريس نظام تابع لإيران في أغلب يعني تكريس للوضع القائم وده في تقديري ده في تقديري الشخصي نقطة ثانية السعودية في عهد محمد ابن سليمان تراهن عن تراهن على الصين السعودية تراهن على الصين وأنا قلت ده وكررته كتير كتير السعودية تراهن على الصين وتبتعد خطوة خطوة عن الولايات المتحدة الأمريكية وأنا ف... وأنا أتفق مع عبد الرحمن الراشد إن قال إن في خلال عشر سنوات ستتحلل الاتفاقيات الأمنية والعسكرية ما بين السعودية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية أنا أتفق معاه في هذا أن خلال عشر سنوات ستحاول السعودية التملص من الهيمنة العسكرية والأمنية للولايات المتحدة الأمريكية على منطقة الخليج نقطة تانية مهمة في رؤية محمد بن سلمان محمد بن سلمان ومستشاروه يرون أن عالما جديدا يتشكل ويريد ان يكون هو ايضا جزءا من هذا النظام العالمي الجديد الذي يتشكل بضغط الصين وروسيا وان بلده تبقى لها موقع في هذا النظام العالمي الجديد و بل بل وبيبالغوا يبالغوا يبالغوا يعني اوحى مجموعه ابن سلمان بنشر مصطلح اسمه السعوديه العظمى، لا يعني هو طبعا مبالغه غير عاديه طبعا، السعوديه هي لها دور اقليمي فيما يتعلق بالدول العربيه بعد بعد ان ضعفت مصر والعراق وسوريا والدول الكبيره، وبالتالي السعوديه لها دور، اما كلمه السعوديه العظمى وان يبقى لها دور في في النظام الدولي وربما تطمح الى مجلس عضوية في مجلس الأمن الدولي هذا يعني أعتقد طموح مبالغ فيه بشكل كبير جدا جدا نقطة تانية عشان كده ده مرتبطة عشان كده الحياد السعودي المزيف أنا قلته وبأكده الحياد السعودي المزيف في موضوع أوكرانيا هو يصب لصالح روسيا والصين السعودية ليست محايدة ليست محايدة كما كان عبد الناصر اثناء الحرب البارده لم يكن عدم انحياز ولم يكن محايدا، كان يميل الى المعسكر السوفيتي، وعشان كده باحث امريكي شهير اسمه ستيفن كوك في معهد في مجلس العلاقات الخارجيه الامريكيه بيقول ان محمد بن سلمان بيحاول الاستفاده من الموقف الدولي كما فعل عبد الناصر اثناء الحرب البارده، ولكنه ينبه في نهايه مقاله ويقول في النهايه خسر عبد الناصر. ما تنسوش ان رهان عبد الناصر على الاتحاد السوفيتي خسر وسقط عبد الناصر في سنه 67 هذا ما يقوله ستيفن كوك وطبعا بيحذر بن سليمان من هذا الرهان الخاسر الذي راهن عليه عبد الناصر من قبل نقطه ثاني طبيعي ان تشكك الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل في الاتفاق من زاويه عدم التزام ايران طبعا من زاويه عدم التزام ايران بيشككوا في لان طبعا ما ازعجهمش ان ده بالعكس هم من سنوات طويله تسعى الولايات المتحده الامريكيه للتهدئه بين النظام السعودي والنظام الايراني لدرجه ان في اخر حديث عمل اوباما في اطلانتيك مانثلي قال للسعوديه ما فيش حل قدامك انت وايران اللي تقعدوا وتساووا مشاكلكم احنا ما مش فاضيين لهذه المشاكل وما فيش حل للسعوديه انك تفتحوا والسعوديه كانت يعني كانت في هذا الوقت كانت حانقه جدا تجاه اوباما لانه عمل اتفاق النووي مع ايران سنه 2015 وكانت بتعتبر ان نصيحه اوباما هي اذلال للسعوديه، والان في سنه 2023 رجعت للسعوديه لما فعل لما طلبه اوباما سنه 2015، وبالتالي امريكا منذ ان قررت من عهد اوباما ان تخفف التزاماتها في الشرق الاوسط تريد ان يكون هناك علاقه وديه على الاقل وقف الصراع ما بين السعوديه وايران، وبالتالي رحبت ما مصدر امتعاض امريكا انه ان هذا الاتفاق حدث برعايه الصين، ليس لانه حدث لان امريكا تسعى اليه من زمان ولكنه انه حدث برعايه الصين، واني اني ابن سليمان رفض يوقع اتفاق او حاجات زي كده في في ما اللي حصلت مباحثات في عمان وحصلت في العراق عشان يدي كريدت للصين علشان يدي كريدت للصين يعني بن سليمان متعمد ان يعطي كريدت للصين على حساب الولايات المتحده الامريكيه وده جزء من اما ابتعاده عن الولايات المتحده الامريكيه او عصر الولايات المتحده الامريكيه ليحصل على اكبر قدر من المزايا من الصراع الصيني الامريكي كما زي ما قال ستيفن كوك كما ستيفن كوك زي ما حصل عبد الناصر في اثناء الحرب البارده وعشان نعرف ان ابن سليمان بيحاول عصر امريكا للحصول على اكبر قدر من المكاسب هو قال لهم انتوا عاوزين نطبع مع اسرائيل سيبكوا من الوعد بتاع عمي الملك عبد الله في قمه اه اه قمه بيروت العربيه ان الارض مقابل السلام انا هتخلى عن كده يعني بما معناه انا دلوقتي بدور على مصالح ايه انا عاوز مصالحي طلب ثلاث حاجات أساسية كبيرة جدا 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 طلب ضمانات أمنية أكثر لحمايته الشخصية وحماية نظامه وضمان انتقال سلس للسلطة من أبيه إليه ده, ده, ده واحد أساس جزء أساسي من تفكير محمد بن سلمان الحاجة الثانية طلب أسلحة أمريكية أكثر حداثة وهو شايف أن إيران تتسلح عندها مش بس صواريخ بلاستية لكن وقعت عقد لشراء طائرات متقدمة جدا من روسيا خمسة 35 وبالتالي إيران بتتسلح بشكل نوعي وقوي وهو يريد أيضا أن يحصل على أسلحة حديثة يجدد ترسانته العسكرية بالولايات المتحدة وثالث شا... حاجة طلبها من الولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد أمريكا السعودية في بناء مفاعل نووي سلمي طب هي عاملة اتفاق لبناء مفاعل نووي سلمي مع الصين لا عايزه من امريكا تمهيدا لسلاح نووي، هي تفكر في سلاح نووي وانها تصل الى العتبه النوويه كما فعلت ايران. هذا ما طلبه محمد بن سلمان في مقابل التطبيع كما نشرته وول هل هتوافق الولايات المتحده الامريكيه؟ لا صعب جدا ان توافق الولايات المتحده الامريكيه على هذه الشروط الا اذا وضعت شروطا اخرى لاحكام السيطره على محمد بن سلمان في مقابل هذه الشروط الخطيره. امريكا مش له هذه الطلبات الخطيرة جدا اللي ما حصلتش في تاريخ السعودية الا بشروط اكثر قساوة لاحكام السيطرة على السعودية واحكام السيطرة على محمد بن سليمان واتخاذ من الاجراءات والاتفاقيات الملزمة له بالبعد عن روسيا والصين مش هتوافق على كده الا في مقابل كده عشان نكون يعني واضحين طيب نقطة تاني منذ مقتل كمان ايران، منذ مقتل قاسم سليماني تراجعت وتيره الهيمنه الايرانيه والمشاكل الايرانيه في المنطقه الشرق الاوسط. سليماني كان يقود بشكل كان كان يعني شخصيه خطيره جدا وكان يعمل بعجله وبسرعه لضمان هيمنه كامله ودائمه لايران على منطقه الشرق الاوسط، تراجعت هذا الموضوع. آه وبالتالي وبالتالي فان تجميد الوضع تجميد اي وضع هو صالح ايران ايران دلوقتي عندها مشاكل آه صورة من الداخل ادي لها اكثر من ثلاث شهور مستمره آه لديها حصارا امريكيا كبيرا جدا جدا آه اصبحت منبوذه من اوروبا اكثر بعد آه دعمها عسكريا لروسيا بالطيارات المسيره وباسلحه اخرى كل هذا جعل ايران في حاله حصار شديد جدا جدا ومن ثم تجميد الوضع هو لصالح إيران ليه تجميد الوضع هو لصالح إيران لأن إيران اوريدي هيمنت في آخر 20 سنة لأن اوريدي لها موقع قدم وتقول ان احنا سيطرنا على اربع عواصم عربيه وبالتالي اي تجميد للوضع في هذا الاتفاق هو يعني تهدئه لتجميد الوضع فهو في صالح ايران بشكل مؤكد وبالتالي ايران مستفيده من هذا هذا الاتفاق اكثر بكثير من استفاده السعوديه من هذا الاتفاق السعوديه اذا كان هناك استفاده من الاتفاق فهو تبريد الملف في اليمني وعدم الهجوم على السعوديه واعطاء كريدت للصين دول الثلاث حاجات الأساسية أما إيران فاستفادتها أكبر بكتير أكبر بكتير من استفادة السعودية نظرا للأوضاع الداخلية والخارجية التي تتعرض لها إيران نقطة تاني الصينيين بيخططوا بحلول مئوية تأسيس الدولة الشيوعية سنة 2049 أن تكون الصين الدولة العظمى مش بس الدولة العظمى ال التي تشارك نظام دولي متعدد الاقطاب، لا الصينيين يخططون بحلول سنة 2049 أن تحل الصين كقوة عظمى مهيمنة محل الغرب كله، محل الغرب كله، ده اللي بيقول لك في مقولة إذا استيقظت الصين ارتعب العالم، الصين عايزة تسيطر على العالم فبالتالي الصين مش حمامه سلام هي بتحاول تبين كده انها حمامه سلام علشان كاداه من ادوات الاختراق تحاول ان تبان انها مختلفه عن الولايات المتحده الامريكيه علشان ده جزء من اما اما مشروع الصيني المشروع الصيني اللي مش مستخبي المعلن فهو السيطرة على العالم كله، السيطرة على العالم والهيمنة على العالم كله، وأن تحل ليس فقط محل الولايات المتحدة الأمريكية بل محل الغرب برمته، وأن تكون السيطرة اقتصادية وعسكرية وامتلاك وليست فقط علاقات في ظل العولمة، لا، تريد أن تمتلك أجزاء من العالم، الصين لديها حلم خطير جدا، بل وأقول أن الصين لديها ثلاث أولويات في البداية هي أن تسترجع تايوان خلال عدة سنوات ثم بعد ذلك أن تسترجع 2 مليون كيلومتر مربع من روسيا نفسها من روسيا نفسها اللي بتقول ان الاتحاد السوفيتي سيطر عليه احتلهم من من الصين وثم بعد ذلك تسيطر على دول كبيره زي كازاخستان دوله دوله ضخمه جدا جدا وغنيه جدا في الصين ثم بعد ذلك السيطره الاقتصاديه عبر طريق الحرير الصين ليست حملا وما قدمته هو ليس مجانيا هي جزء من أدوات الاختراق الصيني لمعاقل النفوذ الأمريكي ولكن المهم حتى لو تحقق النفوذ الصيني بحلول سنة 2049 وإنها هنفترض أنها تحل محل الغرب ومحل أمريكا سيكون عصر البترول قد انتهى وستكون المنطقة الشرق الأوسط هي منطقة هامشية وستكون الانظمه في الشرق الاوسط في السعوديه وغيرها كل همها انها توقف الانتفاضات الداخليه لشعوب تعودت على الرفاه الاقتصادي وعلى العقليه في سنه 2049 مش هتكون اهميه استراتيجيه لا للسعوديه ولا لدول الخليج هتكون الاهميه هتكون اهميه هامشيه جدا، سيكون البترول الاساسي قد انتهى عصره، ومن ثم حتى لو راهنت السعوديه على الصين سأيضا ايضا ستتراجع هي الاخرى بمرور الزمن وسن ولن تن ولن تستفيد من هذه المراهنه سوى محاوله اضعاف امريكا والغرب. واخيرا في الستينات كان في ما تسمى الحرب البارده العربيه العربيه، الحرب البارده العربيه العربيه بين عبد الناصر والنظم الملكيه، كان يريد اسقاط النظم الملكيه كلها واسقط سبعه انظمه كبرى بقت اسمها اخوات يوليو العسكريه سبع دول عسكر عبد الناصر سبع دول في الشرق الاوسط وكان كان يريد ان يسقط المغرب والسعوديه نفسها والاردن كان لديه طموح ولكن بسنه 67 بهزيمه عبد الناصر سنه 67 على فكره الحرب البارده العربيه العربيه هذا مصطلح صقه رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت في ذلك الوقت في كتاب اسمه الحرب الباردة العربية العربية وبهزيمة عبد الناصر وانكساره سنة 67 انتصرت السعودية ولكن سنة 1979 بدأت حرب باردة جديدة هي حرب بين السعودية وإيران حرب هي إحياء للحرب بين الشيعة والسنة بين الفرس والعرب هذه الحرب مستمرة حتى الآن التي لم ولن تتوقف أبداً الحرب البارده السنيه الشيعيه الفارسيه العربيه لن ولم تتوقف ابدا وانما كل اللي ممكن هو تهدئه وتبريد هذه الحرب وليس انهاها لان هذه الحرب لها ابعاد ايديولوجيه وابعاد تاريخيه ابعاد كثيره جدا جدا لن تهدأ هذه الحرب الحرب البارده العربيه العربيه انتهت بانتصار السعودية على عبد الناصر ولكن هذه الحرب لن تنتهي هذا الاتفاق أقصى ما يمكن أن يفعله هو تبريد الحالة نيجي لنقطة تاني المبالغات العربية والنفاق الكتاب للسعودية يعني واحد من الكتاب يقول لك أن اتفاق بكين يشبه اتفاق يالطا لانهاء الحرب البارده الحرب العالميه الثانيه تخيلوا اتفاق بين السعوديه تهدئه مجرد تهدئه بين السعوديه و... 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 وإيران هو يشبه اتفاق يلطى لإنهاء الحرب العالمية الثانية شوف حجم المبالغة واحد تاني بيقول أن اتفاق بكين بين إيران والسعودية يشبه الإنذار الذي وجهه الرئيس أيزنهاور إلى بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في عدوانهم الثلاثي على مصر سنة 1956 والذي كان نقطة بداية لتراجع الامبراطوريات البريطانية والفرنسية هذا ما يقوله كاتب آخر ويقوله أكثر من كاتب وبيشبهه ده داب بده داب. انت تخيلوا بيقولوا ان هو بمعنى نهاية نهاية القوة الامريكية تخيلوا بيقولوا نهاية القوة الامريكية بيقولوا ان هو نهاية العصر الامريكي وبداية العصر الصيني طبعا هم مش عارفين او او يتجاهلوا لان هو نفاق ده نفاق مجرد نفاق من كتاب بيكتبوا في 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 جرائد سعوديه لكن مش عارفين ان امريكا في الحرب العالميه الثانيه كانت القائد المنتصر قائد القوات التحالف في الحرب مش مش الاتحاد السوفيتي كانت امريكا هي القائد الفعلي لقوات امريكا وقتها كانت نص اقتصاد العالم وقتها كانت نقوة. وكانت اقوى قوه عسكريه في العالم مفيش حد كان يدرعها عسكريا سنة 56 لما حصل الانذار في الوقت ده ما كانتش أي قوة ولما حصلت يالطا كانت هي أقوى قوة عالمية، أمريكا سنة 2023 هي أقوى قوة عسكرية في العالم حتى هذه اللحظة وهي أقوى اقتصاد في العالم وربع الاقتصاد العالمي وبالتالي بيتكلموا عن إيه؟ بيتكلموا عن إيه؟ بيتكلموا استنتاجات كلها متسرعة وهي مش أكتر من نفاق للسعودية. <applause> وكما قلت لا ننسى ان الوقت الذي ستصبح فيه الصين قوه عظمى سيصبح الشرق الاوسط كله هامشي بالذات منطقه البترول ستكون منطقه هامشيه لا 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 قيمه كبيره لها في الجيو الدولي او في الاقتصاد الدولي يعني اقصى ما يحلم به ابن سليمان اقصى ما يحلم به ابن سليمان ودلوقتي اكتر من 90% من ايراداته من البترول اقصى ما يحلم به ان مع سنه 2040 بعناية عصر البترول ان يكون دخل دخل الاقتصاد السعودي من من المصادر الاخرى غير الغاز والبترول 50% من الدخل وفي الوقت ده سينكمش الاقتصاد السعودي نفسه الى اقل من 50% من حين لان سيكون هو معتمد على التطورات التي تحدث في السعوديه جميلة وحلوة وبنشجعها وممتازة وأحسن بكتير من الانغلاق الوهابي والتطرف الوهابي اللي كان موجود حلو جدا جدا وتستحق الثناء والتشجيع ولكن مش بالحجم بيه فيما يتعلق بالاقتصاد وفيما يتعلق بالقوة الاستراتيجية بعد سنة 2040 بعد نهاية عصر البترول لن تكون تأثيرها بما يحلم به السعوديون وبما يحلم به محمد بن سلمان الوضع الواقع مختلف تماما الواقع اصعب من هذا بكثير اصعب دوله رعية طول التاريخ السعوديه ودول منطقه الجزيره العربيه هي دوله رعية طوال التاريخ حصل في بدايه الاسلام كانت دوله رعية بتفرض الجزيه على غيرها من خلال الامبراطوريه الامويه والخلافه ما تسمى الخلافه الراشده ثم ما كل ده في سيطره الاول العباسيين ثم سي... كانوا بياخدوا فلوس بس ياخدوا ريع وبعد كده نزلت في منطقه ثبات و... وفقر لقرون طويله ورجعت ايضا دوله ريعيه بدل الجزيه بتاخد جزيه من بطن الارض من بطن الارض هي جزيه بطن الارض ليس اخر بتاخذ من بطنها فهي هي الريعيه طوال تاريخها لن تتحول الى دول فاعله اقتصاديا كما يح... نعم حقهم يحلموا وحقهم يغيروا الهيكل الاقتصاد بتاعهم ودي خطوه جيده ولكن النتائج بعد عشرين سنه لن تكون كما يتوقعون في ختام هذا ال هذه ال ال الحلقه عن ال الاتفاق السعودي ال ال الايراني برعايه الصين في آخر حديث لأوباما كما قلت قبل مغادرة البيت الأبيض قال لمجلة نصح السعودية بإيجاد طريق للحوار مع إيران وتزمرت السعودية على نصيحته ومن مصلحة أمريكا أن يسود الهدوء بين السعودية وإيران ولهذا رحبت أمريكا بالاتفاق وكما قلت أن مصدر الانتعاض الأمريكي هو رعاية الصين لهذا الاتفاق وليست نتائج الاتفاق لأن أمريكا نفسها لم تكن تستطيع أن تقوم بما قامت به الصين لسببين، لأن السبب الأولاني أن إيران في حالة عداء مع أمريكا مش هتقبل وساطة أمريكية، مش هتقبل وعشان كده رحلت أمريكا الوساطة إلى العراق الحليف لإيران أو إلى عمان المحايدة، ولأن محمد بن سليمان حب يدي كريدت للصين. عشان كده ما كانتش امريكا نفسها تقدر تقوم بما قامت به الصين، وفي النهايه لا الصراع السني الشيعي سينتهي ولا الكراهيه والمنافسه على الزعامه الاقليميه بين ايران والسعوديه ستنتهي، ولا الحرب البارده بينهم ستنتهي، واقصى ما يمكن ان يفضي اليه هذا الاتفاق هو تبريد الحاله ولو لعده سنوات والبحث عن تفاهمات تكرس التقسيم الفعلي في اليمن مع وقف الاعتداءات على السعودية وتبريد نسبيا تبريد نسبيا للحالة في لبنان وفي العراق ولكن في النهاية فإن تجميد الصراعات عند هذه النقطة هو في صالح إيران هذا ما أود أن أقوله فيما يتعلق بهذا به الاتفاق السعودي الـ الايراني اشكركم والقاكم مره اخرى مع مجد خليل شكرا لكم